صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه مباشره من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك، معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف الظهريه. خلينا سويا بهذه الجلسه نمر على ابرز العملات الرئيسيه وحتى المعادن والسلع اللي موجوده على منصه التداول، وخلينا نشوف بعض فرص الاستثمار اللي افتتحناها بجلسه امس، واحده منهم طبعا مركز بيع النفط. خلينا نشوف ليش اخترنا مركز بيع النفط، ليش التحاليل التقنيه اعطتنا إشارة بيع وليس الشراء. خلينا بهذه الجلسة نمر أنا وياكم ونشوف طبعا أبرز الأسباب اللي هي بتؤدي إلى خسارة المضارب في إدارة المال أو إذا بدكم أو بسوق الفوركس خلينا نسميه. بكل بساطة في عندي عدة أوامر رح أتكلم على أبرزها، رح أتكلم على أصعب الأمور اللي بوجهها المضارب. بهذه الجلسة في البداية حابب أنه طبعا أسألكم سؤال اللي هي الانتراكتف. أوكي، لكن هذا هو السؤال. أوكي عظيم. السؤال هو طبعا ما هي أبرز أسباب الخسارة في أسواق المال أو الفوركس؟ بتمنى طبعا أنه تجاوبوا. عندي إدارة المخاطر، عندي عامل الوقت. عامل الوقت يعني اللي هو المضارب ما بينتظر مراكزه أو الصفقات اللي بيدخل فيها. عندي المؤشرات الغير الفعالة اللي هي طبعا المؤشرات الموجودة على منصة التداول اللي بيعتبرها المضارب غير فعالة، أو خلينا نقول ما عم تقدر تؤدي إلى نتائج مربحة. وعندي خلينا نقول التقلبات الخطيرة اللي هي التحركات الضخمة اللي عم نشهدها على سوق الفوركس بالوقت الحالي. تمام، فأتوقع هلأ أنه يكون عندي إذا بدكم بعض الاختيارات، إذا بدكم من هول العوامل أو هول الأسباب. فطبعا الجواب هو باخر، يعني اتوقع انه الجواب يكون عندي باخر اذا بدكم. اوكي الاو فوتينج، هيك خلينا الامور كلها. اوكي الجواب راح يكون باخر هذه الجلسه طبعا. لكن المخاطر او هلا صفقه النفط خلينا نقول ممكن تكون عندي اذا بدكم بكل بساطه ضمن ارباح. سبب اختيار النفط بمركز بيع، وصول النفط الى قمه مهمه جدا اللي هي تقريبا تم تسجيل عندي على مستويات ال 64 55. هذه المستويات اللي اخترناها اذا بدكم لدخول بمراكز بيع، سببها بكل بساطه انه وصلنا الى قمم مهمه جدا للتداول، وباخذ بعين الاعتبار موجات اليوت وفيبوناتشي كنا حددنا انخفاض بشكل 5 موجات اللي هي 1 2 3 4 5. فبهذه الحالة نتوقع أن يكون عندي إذا بدكم بعض المثلثات الميلة على انخفاض اللي هي تلقب بالموجة A. تمام، هذه أول موجة كنا حددناها، ومن ثم حددنا 3 موجات تصحية اللي هي تلقب بسمول A B C ولقبناها بالموجة رقم 2 أو بالموجة B، ونتوقع انخفاض الموجة C لتسجيل قران جديد. فهلا بالنسبة لنا أتوقع أسعار النفط تكمل اتجاه الهابط لزيارة مستوى 62 دولار. لكل الأشخاص اللي دخلوا معنا بمراكز، خلينا نقول دخلوا معنا بمراكز بيع على أسعار النفط بجلسة أمس، وطبعا أول ما أغلقنا الجلسة اللي كنا عم نقوم فيها جلسة المباشرة، النفط سجل موجة صعود أو موجة ارتفاع اللي هي هذه الموجة. تمام، كنا داخلين بمراكز بيع انخفاض ضخم، ابتدينا نجني بعض الأرباح، وفجأة ارتد السوق بالاتجاه الصاعد وبالأعلى من مستويات 63-75 وصولا إلى مستوى 64-15. طب ما نحن عارضين وقف خسارة فوق آخر قمة تم تسجيلها عنا، وعارضين وقف الخسارة الستوب لوس على مستويات 64-80. تمام، شو السبب انه معظم المستثمرين اغلقوا مراكز او صفقات النفط على خساره من وراء ارتداد السوق بهذا الاتجاه الصاعد؟ شو السبب؟ السبب انه معظم المضاربين ما بيقدروا يلتزموا بوقف الخساره، وما بيقدروا يلتزموا بتحديد الربح. بدهم يتابعوا السوق بشكل يومي، بده يتابعوا السوق بشكل دائم 24 ساعة على 24، بده يفتح جواله أو بده يفتح اللابتوب وبده يتابع المركز والصفقات. وهون سيكولوجية التداول عند المستثمر رح تتأثر أو رح يتأثر فيها سلبيا، ومباشرة بتأدي إلى أغلاق المركز، يا أما على ربح ضئيل جدا يا أما على خسارة. وبقول طبعا التحليل اللي دخلت فيه هو تحليل خطأ. بكل بساطة أنا أكبر مثل لإلكم،
دخلت بصفقة بيع للنفط معكم بجلسة أمس، حددت وقف خسارة، وبغض النظر عن التقلبات أنتم عارفين سوق الفاركس طبعا في انخفاضات وارتفاعات ضخمة، ولكن معظم الانخفاضات بدها تكون بشكل انخفاض وارتفاع متتالي بهذا الشكل، ولكن الاتجاه العام، اتجاه عام شو؟ هابط. تمام؟ هذا اللي عم نتكلم عليه. فكل المضارب اللي او كل المضاربين اللي بينتظروا موجة هبوط ضخمة جدا وسريعة ليجنوا ارباح سريعة، هو المضارب اللي عم بغلط باختيار اذا بدكم الاستثمار اللي هو طبعا سوق الفوركس. ممكن يختار شيء اخر. اذا في حال بدك تجني ارباح سريعة، سوق الفوركس منه المناسب يا جماعة. ما في شك انه ممكن تجني ارباح سريعه، ولكن الامور اذا بدكم الانسب او الاستثمار الانسب هو انك تستنى وتنتظر على مراكزك لياخذ السوق مجري مع الانخفاضات والارتفاعات، ساعتها انت ما بتتاثر فيها وبتقدر تجني بعض الارباح. سعر النفط انا منتظره من امس الظهر لليوم عم بجني بعض الارباح، وهلا عم بتداول على ادنى مستوياته عند 162 دولار ربح. تمام، هلا انا قادر بكل بساطة عدل وقف الخسارة على نقطة دخولي. تمام، 60 أو 70 نقطة عم عدل وقف الخسارة على نقطة دخولي، وبهذه الحالة خففت المخاطر من خسارة تقريبا بحدود 100 أو 200 دولار إلى خسارة 6 دولارات فقط. وممكن أيضا خلينا نوطيها بعد أكثر، نحدد أو نثبت ربح، أصبح وقف الخسارة تحت نقطة دخولي، يعني أصبح عندي أرباح 3 دولار. إذا لا سمح الله ارتفع سعر النفط من المستويات الحالية ولمس وقف الخسارة، أنا بربح ما بخسر، لأن وقف الخسارة أصبح تحت نقطة دخولي لمركز البيع. وهلأ أنا منتظر وكتير مرتاح وكتير تمام، ولكن عامل الوقت من جلسة أمس لليوم هو اللي كان أصعب شيء لتتحمله أنت كمضارب. فبالنسبة للبولز تبعنا، أنا التصويت بروح مش على إدارة المخاطر، لا، اللي هني معظم الأشخاص اللي عم بيضوا عليها. طبعاً إدارة المخاطر مهمة، والتقلبات الخطيرة مهمة، والمؤشرات الغير فعالة طبعاً أيضاً مهمة، إنه هي أسباب، كلها جميعها هي أسباب خسارة في سوق الفوركس. ولكن عامل الوقت يا جماعة، عامل الوقت لازم تنتظر لا صفقاتك اللي عم تدخل فيها لا تاخذ مجراها ولا السوق ياخذ مجراه، كرمالها تقدر تنتظر او تغض النظر عن التقلبات اللي هي الانخفاضات والارتفاعات. يعني كثير اشخاص تكلموا معي بجلسه امس، ومن وراء وصول النفط لهذا القاع وارتد للاعلى ما قبل تكمله اتجاه الهابط، هذا الارتفاع معظم المستثمرين والمضاربين أصابوا بالذعر وقالوا لي يمكن أنت أخطأت في مركز أو صفقة النفط. قلت لهم ليش؟ ما نحن عارضين وقف خسارة على مستوى الـ 64-80، ليش ممكن أنت تختار أو تقدر تحكم على الصفقة أو على المركز فقط مع ارتداد بسيط للسوق ما قبل تكمل اتجاه الهابط؟ فعامل الوقت يا جماعة كرمال تقدر تسيطر عليه، بدك تغلق جوالك، بدك تغلق اللابتوب، بدك تعرض وقف خسارة، تعرض تحديد ربح، وتعيش حياتك. غير هيك ما بتقدر تجني أرباح بسوق الفوركس. خلينا نكون واضحين بهذا الموضوع. يورو دولار للأسف ابتدأ بموجة هبوط ضخمة جدا، وطبعا هذا الانخفاض كان متوقع. ليش كان متوقع يا جماعة؟ نحن عارضين أمر معلق بالبيع، شوفوا بأسفل الشاشة باللون الأزرق، عارضين أمر معلق بالبيع على مستوى 113.40، سلمت أوردر لليورو دولار، للأسف ما وصلها. هذا هو المستوى اللي كنا محددينه، إذا في حال وصل اليورو إلى هذه المستويات نتوقعت عزيز مراكز البيع، للأسف ما وصل اليورو دولار إلى مستوى 113.40. فبكل بساطة يعني ابتدى السوق بالاتجاه الهابط. ما في شك أنه نتوقع تكمل اتجاه الهابط لليورو دولار أو للعملة الأوروبية الموحدة. وطبعا عامل الوقت كان الأسوأ. ليش يا جماعة؟ نحن أنتم عارفين أنه من مستوى 114 115 عارفين أنه اليورو دولار باتجاه عام هابط، ولكن ليكو أو شوفوا الاتجاه كيف كان عم ينخفض. ليكو هذا الشكل أو هذا النمط الصعب اللي لا يمكن تحديده، هذا هو عامل الوقت اللي معظم المستثمرين اللي بواجهوا صعوبة فيه.
من مستوى 115-25. إذا بتفتحوا كل المواقع الإلكترونية التابعة لأسواق المال ولا سوق الفوركس، بتعرفوا أنه معظم المستثمرين كانوا شايفين اليورو دولار بالاتجاه الهابط، معظمهم 90%. ولكن قديش how many من 90% جنوا الأرباح بهذا الانخفاض؟ أقل من 1%. أقل من 1% قدروا يربحوا من هذا الاتجاه الهابط للعملة الأوروبية الموحدة، لأنه الاتجاه العام الهابط للأسف ما كان بشكل سريع، وإنما كان بنمط انخفاض وارتفاع، انخفاض وارتفاع مفاجئ، وبانخفاض غير منتظم ومعقد وكومبلكس لحديث ما نوصل إلى الهدف تبعنا اللي هو مستوى 111-110-109 إلى آخره. هلأ اليورو دولار ما في شك أنه على رسم بيّن الأسبوعي كنا حددنا أنا وياكم، وعلى رسم بيّن الشهري كنا حددنا اتجاه عام هابط، وكنا تكلمنا بشكل ضخم عن خطوط الميل على انخفاض، وكنا قلنا أنه بعد عندي ميسينج لاج يا جماعة على اليورو دولار. شو يعني ميسينج لاج؟ يعني نتوقع اتجاه عام الهابط يكمل طريقه وصولا إلى مستويات 0.97-0.95 ما قبل الاتجاه العام الصاعد على المدى الوسط والطويل. منكون انهينا ويف A B C اللي هي تلقب بيج W، ويف X وويف 1 اللي هي 1 2 1 عفوا، ويف 2 على هذه المستويات، ويف 3 ويف 4، ونتوقع انخفاض الموجة الخامسة الأخيرة ويف 5 لانتهاء من الموجة Y W X Y. هذه الموجات التصحية اللي نتوقعها على زوج اليورو دولار على المدى الطويل، رسم بيان أسبوعي وشهري وصول اليورو دولار إلى هذه المستويات. مركز النفط ما رح نغلقه، أصبح واقف الخسارة على نقطة دخولنا، تمام؟ باقيين فيه وصامدون. هلأ بالنسبة لعامل الوقت، عامل الوقت كيف ممكن أن نحن نقدر نتخطيه؟ بغير طريقة، غير أنه نغلق الجوال ونغلق اللابتوب ونعيش حياتنا وننتظر يا أما وقف الخسارة يا أما تحديد الربح. عندي مؤشر بكل بساطة، هذا المؤشر اللي هو مؤشر الأليجيتر أو مؤشر التمساح، بيجي على هذا الشكل، رح فرجيكم إياه. رسم بياني اليومي لزوج اليورو دولار، أو خلينا نقول لأسعار النفط على سبيل المثال، شو بدكم أسعار الذهب، تمام؟ نضغط على المؤشرات، نضغط على أليجيتر، الليجيتر اللي هو التمساح، الليجيتر يعني تمساح، نضغط على الالليجيتر، نفس الأرقام بتكون بهذا الشكل. منروح على الشفت على اليمين، على اليمين لحدد لكم إياها لتكون واضحة أكثر. الشفت اللي هي رقم 3، تمام؟ هذه رح يتم تعديلها، هذه الشفت من رقم 3 رح يتم تعديلها إلى ناقص 20 minus 20، تمام؟ عم نحددها انا وياكم كرمال تكون واضحه شو اللي شو هي اللي لازم تتغير. الثلاثه رح نعملها ناقص 20 وبنضغط اوكي. فورا لما نضغط اوكي بيطلع لنا متوسطات متحركه، وهذه المتوسطات المتحركه باللون الاخضر والاحمر والازرق، تمام؟ اذا بنعمل او بنجيب الماوس والكيرسر ومنحطها على اللون الأخضر، على اللون الأخضر نعرف أنه alligator lips، مكتوب lips. شو يعني lips؟ يعني الشفايف، شفايف التمساح. إذا بناخذ الماوس على اللون الأحمر نقرأ alligator teeth، تحت تحت آخر شيء بالكتيبة alligator teeth يعني السنان، وباللون الأزرق alligator jaw يعني الفك أو الحنك تبع التمساح. شو يعني؟ التمساح طبعا اذا بده يفتح فمه لياكل عنده حنكه، عنده الشفايف وعنده سنانه. اول شيء بده يفتحهم هو الشفايف، بده يفتح، او حتى الانسان اذا بده ياكل بده يفتح اللبس تبعه والشفايف، ومن ثم السنان، ومن ثم الجو او الفك. فبهذه الحاله المتوسط المتحرك الاخضر اللي هو اللبس لما يكون تحت الأحمر وتحت الأزرق يعني نحن باتجاه عام هابط، تمام؟ ليش؟
لأن اللبس أو المتوسط المتحرك الأخضر هو الأسرع، اللي هو الشفايف، هو الأسرع، أول شيء بيفتح. تحت الأحمر، تحت الأزرق، اتجاه عام هابط. والعكس صحيح، لما يكون الأخضر فوق الأزرق وفوق الأحمر، أفرجيكم، لما يكون عم تشوفوا بهذه المنطقة وبهذه المنطقة، لما يكون المتوسط المتحرك الأخضر فوق الأحمر فوق الأزرق اتجاه عام صاعد. لما يدخلوا من وراء اتجاه عام صاعد، لما يلتف المتوسط المتحرك الأخضر مع الأحمر مع الأزرق، أول ما يلتمس أو يتلامسوا مع بعضهم البعض أو يلتفوا مع بعضهم البعض، نتوقع دخول بمرحلة ومنطقة أفقية بامتياز. وهذه المنطقة الأفقية اللي لا يمكن تحديدها والاتجاهات بتكون غير منتظمة، ومن المفترض أن المضارب ما يتداول فيها. شو يعني؟ يعني احنا هون بنحدد تحديد الربح. يعني إذا في حال كنت داخل بمركز شراء من هذه المستويات وارتفعت مع السوق، أول ما يخترق المتوسط المتحرك الأخضر الأحمر والأزرق، خرجت. Entry point، دخول خروج. بهذه الحالة شو بيكون عم بيصير؟ بهذه الحالة بيكون الأليجيتر أو مؤشر التمساح عم بياخد قرارات عني من مستويات الدخول وأيضا مستويات الخروج. ساعتها أنا ما بعذب حالي وبخلي التقلبات تشتغل على أعصابي، وبخلي التقلبات تخليني أغلق صفقة البيع أو الشراء قبل أوانه. ساعتها المؤشر اللي هو مؤشر التمساح هو بخليني افتتح المركز وأغلق المركز. يعني لكل الأشخاص اللي داخلين بصفقة بيع على أسعار الذهب، عم بتلاحظوا بالوقت الحالي المتوسط المتحرك الأخضر تحت الأحمر تحت الأزرق، وبهذه الحالة اتجاه العام بعده اتجاه عام هابط، بغض النظر عن الارتفاعات البسيطة اللي عم نشهدها على أسعار الذهب، وأنما الاتجاه هو اتجاه عام هابط. فبهذه الحالة من المتوقع أنه المضاربين اللي داخلين بمراكز بيع وصفقات بيع، مش من المفترض أن يغلقوا أو أن يدخلوا إذا بدكم بصفقات أخرى أو يغلقوا مراكز البيع. مؤشر التمساح اللي هو الأليجيتر، فورا أول ما يخترق المتوسط المتحرك الأخضر الأحمر التفافا بالاتجاه الصاعد، فورا رح نغلق مراكز البيع. عم جرب أنه عامل الوقت، عامل الوقت يا جماعة، عامل الوقت اللي هو أفضل أو أبرز أسباب الخسارة في أسواق المال أو بسوق الفوركس، اللي هو طبعا ما حدا بينتظر على مركز الربحان. شو السبب؟ سؤال لألكم، سؤال الثاني، سؤال الثاني، انسوا هذا السؤال وأبرز أسباب الخسارة. سؤال الثاني، كل الموجودين معنا بهذه الجلسة، وقولوا لي إذا أنا غلطان. إذا كان لا سمح الله المركز اللي دخلنا فيه مركز خسارة، شو السبب انك بتنتظر على الخسارة اكثر مما تنتظر على الارباح؟ اذا مركز خسران على طول ما بتغلقه، لانه على طول سيكولوجية التداول عند المضارب او عند المستثمر بيقول لعله خير، ممكن انه يرجع السوق يرتد ويرد لي الخسارة او رأس مال اللي دخلت فيه، مزبوط. ولكن على صفقة الربح على 10 دولارات، على 20 دولار، على 50 دولار، على 100 دولار كحد أقصى، والله يعني أنا مكتفي بهذه الأرباح وعظيمة كانت الأرباح، كتر خير الله، وأنا بكل بساطة لازم أرجع أغلق هذا المركز ونبش على صفقة أخرى. طب أنت ليش المركز الربحان؟ يعني أنت مختار اتجاه صحيح، الاتجاه اللي دخلت فيه اللي تبتدي تربح بالمركز هو اتجاه صحيح. يعني ليش لا تغلق المركز؟ ليش ما بتنتظر على المركز الربحان وبتطول بالك، وانما على المركز الخسران اللي هو الاتجاه الخاطئ اللي انت دخلت فيه، اللي من المفترض انك تغلقه وما تمتد فيه؟
عم ترجع تنتظر، وان شاء الله يرجع يرتد السوق، وعلى امل يرتد السوق، وعلى امل انه يرجع لي راس ماله. هذه هي النفسيه الخاطئه عند المضاربين اللي اذا بدكم بواجهوا صعوبات بسوق الفوركس، وبيمتدوا بالخسائر اكثر مما بيمتدوا بالربح. لكل الاشخاص اللي موجودين معنا بهذه الجلسه، بتمنى انه تعملوا منشن لكل الاشخاص اللي مهتمين بسوق الفوركس او انتم بتعرفوهم، حتى بالكومنت اعملوا لهم منشن كرمال نقدر نمتد انا وياكم بشكل اكبر، لا طبعا لا باسواق المال او خلينا نقول بهذا المجال. اوكي استاذ وسام اهلا وسهلا فيك. اوكي صحيح، يعني لو انعكس السوق بالخسر طبعا بيكون على طول في امل انه يرجع السوق يرتد، تمام، ولكن بالارباح ما حدا بيقدر ينتظر وما حدا عنده طولة البال. بكل بساطة هو الامور اللي عم نتكلم عليها منن امور اذا بدكم انتو ابعاد عنا. طبعا كلنا بسوق الفوركس بنواجه بعض الصعوبات، وكلنا عنا اذا بدكم ضعف بسيكولوجية التداول تبعنا، وهذا الوضع اذا بدكم او هذا الامر الوحيد اللي المفترض انه الواحد يشتغل عليه او يتمرن عليه، تمام، يعني غير المؤشرات واستراتيجيات التداول والشموع اليابانية. كثير من الاشخاص اللي موجودين معنا بهذه الجلسة حتى عارفين الاتجاهات المفترضة، عارفين انه اذا في حال شاف الرسم البياني ممكن يتوقع ضعف او قوة للرسم البياني او للعملة المعينة، وانما لا يقدر يجني بعض الارباح. هذا هو الصعب. ليش؟ لانه سيكولوجية التداول ما بتخليه يحافظ على مركزه، ما بتخليه، يعني لو حتى نحن توقعنا ارتفاع لاسعار الذهب من المستويات اللي حنحددها هلا بالوقت الحالي باللون الاصفر، اذا في حال نحن كنا تكلمنا على ارتفاع اسعار الذهب من المستويات الحالية، طبعا ارتفع الذهب ولكن الارتفاع كان بهذا الشكل. شوفوا الانخفاضات والارتفاعات، الشموع اليابانية الحمراء والخضراء، شوفوا الصعوبة بالحفاظ على صفقة الشراء. المضارب بفضل الارتفاع بهذا الشكل، ولكن للأسف سوق الفوركس هو بالشكل الآخر، فنحن ملزمين ومضطرين أنه نطول بالنا على السوق، ملزمين أنه نحن نعطي مجال وننتظر، وعامل الوقت هو أبرز أو أهم أسباب الخسارة للمضاربين بسوق الفوركس. لكن النتيجة فقط هي وحدة، انك انت تغلق جوالك، تغلق اللابتوب، تعيش حياتك انت وعم تتداول، او انك تستعمل مؤشر الاليجيتر اللي هو مؤشر بيعطيك نقاط دخول وخروج، وطبعا ما بيخليك تخرج من الصفقة غير ما يلتفوا المتوسطات المتحركة مع بعض على بعض. هلا بالنسبة لنا طبعا الشموع اليابانية، خلينا بغض النظر عن هذا الموضوع، خلينا ندخل بقى على الشموع اليابانية والأسباب وإلى آخره، كنا تكلمنا فيها كفاية، قلنا أكثر من 20 دقيقة عم نتكلم على هذا الموضوع. خلينا نمر ونحلل معظم الأزواج والعملات الرئيسية. اليورو دولار، اليورو دولار ما في شك إنه نحن ابتدينا بالموجة رقم 1 من 5. خليني أفسر لكم بالنسبة لموجات إليوت شو عم بصير عنا على زوج اليورو دولار، لنكون نحن واضحين وعارفين الاتجاهات المفترضة. اليورو دولار يا جماعة بكل بساطة، من وراء انخفاض الضخم ووصول اليورو دولار الى هذا القاع اللي هو قاع مستوى 111، تم تثبيت الموجة الخامسة، الموجة الخامسة اللي هي ويف V تلقب. ابتدينا بموجات الصحية اللي هي ويف A، ويف B وويف C، اللي هي الموجة Big Four. بهذه الحالة دخلنا بمرحلة أفقية بامتياز، ورجعنا ارتفعنا بالاتجاه الصاعد، ومن ثم ابتدينا باتجاه عام هابط، والاتجاه العام الهابط كان بشكل 5 موجات 1 2 3 IV 4 و5. هذه الخمس موجات كانت الموجة الأولى من الموجة الخامسة 1 of 5. الموجة الخامسة هي الموجة الأخيرة لليورو دولار بالاتجاه الهابط، ولكن الموجة الأولى من رقم 5 تتضمن 5 موجات، ومن ثم موجة 2 of 5، وهلأ الموجة رقم 3 من 5 اللي هي أيضا تتضمن 5 موجات اللي هي wave 1 wave 2 wave 3 4 5.
يعني نتوقع تكملة اتجاه الهابط للعملة الأوروبية الموحدة مع وقف خسارة طبعا فوق مستويات ال 113.80، ونتوقع ضعف اليورو دولار بالجلسات القادمة لزيارة واستهداف مستويات أقل وأوطى، وحتى ممكن تسجيل قيعان جديدة اللي هي تقريبا مستويات ال 109 وال 108. وإنما على رسم بيانة الأسبوعي، إذا في حال نحن هذه الموجات التصحية أو هذا الارتفاع كان بشكل A B C، ارتفعنا بشكل ثلاث موجات تصحية W X Y، يعني عم نتكلم بهذا الانخفاض ممكن يخترق آخر قاعان تم تسجيله عندي على زوج اليورو دولار، ونسجل قاعان جديدة تحت مستويات الواحد. والسيناريو اللي تكلمنا عليه على رسم بيانة الأسبوعي والشهري اللي هو طبعا اتجاه عام هابط، وبكل بساطة خطوط ميل على انخفاض بهذا الشكل ونفق ميل على انخفاض وملامسة مستويات ال 0.97 وال 95 متوقعة، طبعا بكون السيناريو الهابط بعده مسيطر على الرسم البياني. هذا بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة. أنا بالنسبة لهذه الجلسة كنا مرينا على أبرز العملات و إذا بدكم المعادن والسلع الرئيسية. بتشكر وجودكم ودعمكم لنا بشكل يومي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو الصباحي. بتمنى تكونوا استفدتوا معنا. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية. إلى اللقاء.